تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، رتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر. من الأصغر، دائما نحوط على من الأصغر. إذا نبدأ من الأصغر، لدينا 85، 24، 57، 16، 28. نعين رقم بالعشرات، 5 وحدات، 8 عشرات، 4 وحدات، 12 عشرات، 5 عشرات، 10 واحدة، 12 عشرات. إذا عينا رقم العشرات ثم من الأصغر ننظر إلى العشرات، 8 عشرات، 12 عشرات، 5 عشرات، 10 واحدة، 2. من هي العشرة الصغيرة؟ أحسنتم، 1 هي الصغيرة، 1، 2، 5، 2، 8. إذن 16. ننظر في العشرات، لدينا 8، 2، 5، و2. لدينا 2، 2، 2 تساوي 2، 4، 8 أصغر. إذن 4 أصغر من 8، لدينا 24. نواصل مع العشرات، 8، 5، 2، من الأصغر 2، 28. واصل، 5، 8، 5 عشرات، 8 عشرة، من الأصغر 5 صغيرة، إذن 57، 85. إذا رتبنا الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، 16، 24، 28، 57، 85. ننتقل إلى التمرين الثاني. قارن باستعمال أحد الرمزين، لدينا رمز أصغر أكبر أو أكبر وأصغر. إذا نبدأ، 12، 23، 41، 51، 67، 53، 84، 71. نفس الطريقة نعين رقم العشرات، وحدات عشرات، 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 5 عشرات، 8 عشرات، 7 عشرات. نقارن العشرات، 1، 2، 1 أصغر من 2، إذا 12 أصغر من 23. نواصل، 4 عشرات، 5 عشرات، 4 أصغر من 5، 41 أصغر من 51، 6 عشرات، 5 عشرات، 6 أكبر من 5، إذا 67 أكبر من 53. 8، 7، 8 أكبر من 7، 8 عشرات أكبر من 7 عشرات. نراجع، 12 أصغر من 23، 41 أصغر من 51، 67 أكبر من 53، و84 أكبر من 71. التمرين الثالث، أتمم الجدول. لدينا 42 تفكيك، وحدات عشرات، 89 تفكيك، وحدات عشرات. إذا لدينا 42، 42. نبدأ بالـ40، 10، 20، 30، 40، 42. بقي لنا 2، وضعنا 40 ثم أضفنا 2. واصل نفس الطريقة، 89. نبدأ بالـ80، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 89. إذن 42 تساوي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 2، 89، 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 9. هنا لدينا الوحدات عشرات، إذن ها هي وحدات، هنا عشرات، 2 وحدات، 4 عشرات، 2 وحدات، 4 عشرات، 2 وحدات، 4 عشرات. العدد الثاني، 9 وحدات، 8 عشرات، 9 وحدات، 8 عشرات. إذن 2 وحدات، 4 عشرات، 42،
9 و 8 10 9 و 8. التمرين الرابع، قيس طول القطعة بالمسطرة. إذا لدينا قطعة مستقيمة نقيسها بالمسطرة، هذه المسطرة، دائما لقياس القطعة نعين النقطة هنا البداية هنا النهاية. طول القطعة نأخذ المسطرة، المسطرة فيها 0 1 2 3 4 حتى 20. 0 نضع النقطة الأولى أمام 0، صفر هنا صفر هنا الخط، ثم 4 5 6. النقطة الثانية هي عند 8، صفر 8. طول القطعة أحسنتم 8 سنتيمتر، نكتب طول القطعة 8 سنتيمتر. نراجع، صفر صفر 8 سنتيمتر. سؤال أول. سؤال ثاني، نصف القطعة، لدينا نصف القطعة، قطعة طولها 8 سنتيمتر، لدينا نصف 8، كم نصف 8؟ لدينا 4 زائد 4 تساوي، أحسنتم، 8. إذا نصف 8 هو، جيد، هو 4. نصف 8 هو 4، معناه نصف القطعة هي 8، نصف 8 هي، أحسنتم، 4 سنتيمتر. نصف القطعة هو 4 سنتيمتر. التمرين الخامس، كان في الحافلة 29 راكبا ونزل منها 7 ركاب، كم بقي في الحافلة؟ إذا الحافلة كان فيها 29 شخص، 29 راكب في الحافلة، نزل منها 7، كم بقي؟ دائما بقي، أحسنتم، عملية ناقص، لدينا عملية ناقص، نكتب هنا الحل، من هنا العمليات، هنا الجواب. إذا قلنا لدينا 29 راكبا، نزل 7، كم بقي؟ أحسنتم، عملية الطرح. إذا نكتب عملية أفقية، 29 ناقص 7 تساوي، من هنا عملية عمودية، 29 ناقص 7، 7 وحدات، هنا 7 تساوي 9 ناقص 7، عملية الطرح. من 7 ونصل إلى 9، 7 8 9، إذن تساوي 2، 2 ناقص لا شيء أو 0 تساوي 2. إذا نراجع، 9 ناقص 7، من 7 ونصل إلى 9، 7 8 9 9، إذن وجد 2، 2 ناقص لا شيء تساوي 2. إذن 29 ناقص 7 تساوي 22. ثم نجيب عن السؤال، بقي في الحافلة، أحسنتم، 22 ماذا؟ راكبا. إذا كان في الحافلة 29 راكبا، نزل منها 7، سؤال كم بقي؟ دائما بقي عملية الطرح أو الناقص، وضعنا هنا الحل، عملية الجواب، نكتب العملية الأفقية ثم العملية العمودية ونجيب عن الأسئلة، دائما نحترم هذه الطريقة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.